مرحبا مشاهدينا. تكلمنا من قبل عن البضائع وجودته اللي التجار يستوردوها لليمن، وما زلنا نسمع الناس تشكي من سوء ردائتها لأنها ممكن تضر بالاستخدام الآدمي. يعني حتى البضائع اللي نقدر نقول عنها متوسطة الجودة كمان أصبحت نادرة الحصول عليها في الأسواق اليمنية المحلية، لأن أسواقنا للأسف تحولت إلى مكب نفايات للبضائع الرديئة والمقلدة. ممكن كمان تكون هذه البضائع كمان منتهية الصلاحية للأسف، ويتم بيعها بعد تعديل تاريخ الصلاحية. إيش تفسيركم لهذا الوضع؟ أكيد عندكم تفسير. هل بسبب تلاعب التجار والمستوردين، أو غياب الرقابة المركزية، أو نتيجة تهريبها عبر وسائل مختلفة؟ الحقيقة أنه كل هذه النقاط اللي أنا ذكرتها تسببت في إغراق الأسواق بالبضائع الرديئة. والأخطر من ده لما تكون هذه البضائع متمثلة بالأغذية والأدوية المغشوشة اللي تشكل خطر مباشر على حياة الإنسان والمجتمع بشكل عام بسبب تكدس مثل هذه البضائع في المخازن والأسواق. من الآخر اليوم بنتكلم عن البضائع الرديئة وتأثيرها. السلع المهربة والمقلدة والمنتهية الصلاحية واللي حرفت تواريخها للأسف أصبحت منتشرة بالسوق المحلية بشكل كبير ومخيفة أيضا نتيجة غياب الرقابة وعدم وجود مؤسسة للمواصفات والمقاييس هي الجهة المعنية بمتابعة البضائع وجودتها، وكمان ضعف الوعي المجتمعي لخطورة مثل هذه البضائع، لكن البعض يرضخ لشرائها مجبر لرخص ثمنها. للأسف هذه السلع الغذائية والأدوية المخالفة للجودة والمقاييس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب رداءتها وعدم جودتها ساهمت إلى حد كبير إلى انتشار الآثار الصحية السلبية والخطيرة مثل تفشي حالات التسمم الغذائي وأمراض السرطان وتقرحات المعدة وغيرها غيرها من الأمراض في صفوف المواطنين. طبعا سمعنا تقارير رسمية عن ضبط عدد من البضائع المغشوشة اللي دخلت البلاد بطرق غير مشروعة وإنها قامت بمصادرتها وإتلافها، لكن ومع كل هذه الإجراءات نجد أن البضائع المهربة ما زالت تتدفق إلى الأسواق دون أن تخضع لإجراءات فحصها، وهو موضوع يؤكد أن من يقوم بعملية إدخال هذه البضائع جهات رسمية وأشخاص نافذين يمارسون التستر للمهربين، وللأسف الدولة والمواطنون يعلمون بذلك. خلونا نتابع هذا التقرير ثم نعود. تاريخ منتهي الصلاحية. الخوف هنا لم يعد مقتصرا على الجوع بل حتى من الأكل. الأكل الذي كدس أكواما على أرفف اللماعة لكن وراءها ما يثبت عدم صلاحيتها، إما بانتهاء الصلاحية قشا أو تهريبا أو تكديسا، ما يجعل حياة المواطن مهددة بالخطر المحدق. أزمة جديدة تضاف إلى معاناة المواطنين التي باتت أشبه بأرض تحفها الألقام. كلما ظن أنه تخطى أزمة لاحت في أفقه أزمة جديدة. بضاعة باتت خارجة عن أيادي الرقابة تعج بها الأسواق، ناهيك عن انتهاء الصلاحية والحفظ بطريقة غير مطابقة للمواصفات، الأمر الذي سوف يسبب أضرارا صحية جسيمة للمستهلكين. فالبضاعة الرديئة أصبحت خيار المواطن الذي صار محتارا في التوفيق بين السعر والجودة. انتشار السلع المنتهية والمغشوشة والمهربة يضع تساؤلات عدة عن دور الجهات الحكومية المختصة في الرقابة وإنفاذ القانون، وهي ذات التساؤلات بالنسبة للمواطن الذي صار طعما شهيا لتجار الأزمات الذين يستغلون ظروفه الصعبة بعرض منتجاتهم في الأسواق تحت مسمى العروض المخفضة ليبهرونه بأسعار قد يدفع أضعافها في المستشفيات بعد استهلاك أحد تلك المنتجات المعروضة. عيدروس الخليفي لبرنامج من الآخر. هناك الكثير من الأسئلة اللي تطرح حول ظاهرة ترويج البضائع المهربة في جميع الأسواق والمحلات والبسطات الشعبية، ومن يقف وراءها؟ الدلائل والشواهد اللي الجميع يعرفها تؤكد أن هناك جهات رسمية وجماعات منظمة لديها صلاحيات مخولة هي من تشرف على أعمال التهريب متجاوز القانون طبعا وغير مراعية خطر ما قد يتعرض له المواطن. خلونا نطلع الفاصل ونرجع نواصل.
رجعنا من جديد. لما نقول ان احنا محتاجين جهود اكبر من الدوله والرقابه، ده يعني ان احنا نريد نحافظ على صحه وسلامه المواطن اللي يستهلك هذه المنتجات. المشكله انه هذه الظاهره اصبحت تزداد بصوره لافته ومقلقه دون اي اجراءات رسميه تحد من اتساعها، وللاسف كمان ان هذه البضائع تدخل عبر قنوات رسميه من موانئ البحر او البر او حتى الجو تحت أعين السلطات المعنية. خلونا نسمع رأي الجمهور حول هذا الموضوع. لا اللي منتهية فهمتها، لا هذا غلط. يعني الناس يشترونها لأنها تسبب لهم أمراض. في بعض الناس متعلم يعرف يعني ما مدة حقها انتهاها، يعني تاريخ انتهاها وتاريخ يعني صنعها، لكن في ناس ما يعرف يقومون يغشون بهم هذا الناس التجار هذه، وهذا غلط. يعني ما هم ريض من الناس هذا، لا من التجار ولا من المواطن يشتري بضاعة هذه فاسدة يردها لمولاها، ليه يجيبها عند خالق يبيعها عليه؟ هذا ما هو ريض. يعني الرقابة ما هو بس أصحاب المفروشين، يعني ذول الفرشين، في بعضهم برضو أصحاب السوبر ماركات، يعني لو ما فيش رقابة عليهم يبيعوا، بعضهم يبيعوا باقي له يومين ثلاث أيام يبيعوا هذه الأشياء. يعني ضروري الرقابة، يعني مش للفرشين بس، لكل المحلات كبيرة وصغيرة. والحاجات المنتهية هذه باقي 10 أيام أسبوع، تضطر الناس تشتريها عشان كلهم في أمراض في ذا سبب هذه الحاجات المنتهية اللي في السوق هذه. هذا مش تمام، يعني حاولوا إنه في نقابة في رقابة في ذي يتأكدون من هذا الموضوع. يعني هذا البضائع يا أخي نحن مش المسؤول عليها الدولة، شفت كيف؟ وبعد المواطنين أصحاب البضائع يشترون هذا، شفت كيف؟ ولا تكون منتهية لها مدة قصيرة، هذا يتبعها الصحة والهيئة زي ما تقول البلدية وهكذا. هذه البضاعة اللي بتجي الآن بينزلونها منتهية بعضها، وبعض الناس دويه غير صالحة، أصلا لغة مشي عمل بس بعضهم بأي حاجة، حتى بكل حاجة، حتى بالغذاء الغذية من جي بيع له كل الناس، مش مهلا واحد ولا أكثر الناس بيبيعون وهي حتى منتهية. هذه البضائع المهربة يعني أشياء ما هي تمام أصلاً، لأنها بنفس الوقت تضر الآدمي وتضر الأطفال تضر الناس، وما بنستفيد منها أي شيء. يعني خاصة يعني اللي بيعوها واللي زي كذا لأنهم يستفيدوا منها بس تروح برواح البشر، هذه ما هي تمام. أنا يعني أنا ابني برضه بنفس الشيء مرض وتعب ويعني شاف الموت، بس ندعي لنا الحمد لله أن ربي يعطيهم الهدايا. يعني ما في داعي أن يتاجرون بسبت على لحوم البشر بسبت على الفلوس ومدري، هذا الشيء ما ينفع. والله شوف محافظة حضرموت نحن يعني زي ما تقول أدوية عندنا، يعني ما في يعني عندنا السلطة المحلية قايمة بدورها، لكن في نقص، في نقص، نعم في نقص. لكن نوجه رسالة إليهم بأن يعني الشعب ما يحتاج، الشعب يعني الآن تحت مستوى تحت الفقر، يعني أصبحنا يعني في وضع ما حد يحسدنا عليه. بالنسبة للسلطة المحلية عليهم أن ينظروا إلى هذا الموضوع وجزاهم الله خير. نعم ندعو السلطة المحلية ورئاسة المحافظة اتخاذ إجراءات عاجلة لمثل هذه أشياء مضرة، فدورهم مفترض أن يكون محوري في هذا الجانب. هذا البضاعة المهربة اللي طبعا مضرة للناس، مضرة بالصحة، مضرة بأي شيء يعني، ونحن نطالب السلطة المحلية بحل هذه الأماكن للأوضاع هذا، إن شاء ربنا يقدمون فيه الخير للأمة هذا كلها. البضاعة المهربة عليها ضرر، نعم عليها ضرر، هناك يعني من المرضى يجيب لك، وخاصة الآن انتشرت السرطانات من هذه المهربات، السرطانات كثرت كثيرة، أمراض جديدة يعني انتشرت، خاصة بنت عمرها 18 سنة عندها سرطان، حتى اليوم والليلة عادة تعاني من الأدوية المهربة ومن الحاجة دي، يعني تسمم، تصير سمامات. غلط المفروض، غلط، هذه الحكومة تحاسبها وتراقبها وتشوف هذا بس، وربنا إن شاء الله يستر على البلاد، إن شاء الله بلاد ما إن شاء الله أكل متوفر، كل شيء متوفر الحمد لله، وضع ممتاز، أمن عندنا في حضرموت، كل شيء عندنا والله. هذا البضائع المهربة هذا تأثر على الجسم، تأثر تجيب السرطان، تجيب الفلش الكليوي، وإن شاء هذا ما في فائدة منه، من إلا كل خراب، إن شاء الله هلا بلادنا كلها فيها حاجات زانية. والله هذه البضائع اللي في الأسواق يعني كيف بدنا أقول لك؟ يعني سبب في أمراض كثيرة بالناس، مثل الفشل الكلوي وأمراض سرطان، ويعني أمراض مزمنة واجدة. نحن طالب الجهات المختصة يعني النزول ومشاهدة هذه البضائع والفحص وترتيب الأماكن
إن شاء الله بإذن الله بيكون كله إلا خير. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف السيد أحمد باعوم، مدير الصناعة والتجارة بساحل حضرموت. أهلا بك. أهلا وسهلا يا يا أستاذ أحمد. أنت تعرف أن الشعب تحت وضع صعب جدا، وأنه استهلاك مثل هذه البضائع، مثلا بضائع غير مخزنة بشكل صحيح أو مثلا منتهية الصلاة، كيف نفهم توسع عملية تهريب هذه البضائع وانتشارها في الأسواق المحلية؟ شكرا جزيلا على الاستضافة والترقب. الموضوع غاية الأهمية والحساسية. طبعا نحن الكل يدرك وضع البلاد وظروف اللي تمر بها البلاد وحشاشة الدولة وضعفها، مع احترامي الشديد، من سنوات تجي للظروف القاسية اللي تمر في البلاد، لكن هذا لا يعني أن تغيب الدولة غياب كامل. الدولة إلى حد ما في نطاق الإمكانيات المحدودة والظروف الصعبة تقوم بقصارى جهدها على الأقل في نطاق ما نحن في ظله محافظة حضرموت نتكلم تحديدا، التي ندرك ونشعر تماما بما يدور فيها، ناهيك عن بقية الجمهورية اليمنية. المشكلة وما فيها أنه المشكلة هذه لم تظهر الآن، مشكلة البضائع المهربة والتالفة والفاسدة، على حسب ما سمعت من خبر الذي تداول من خلال الناس المشاركين فيه، هي ليست وليدة اليوم، هي قديمة في بلادنا نتيجة عدة اعتبارات. أولا فكرة تداخل السلطات، البعض يعتقد أنه مهمة المواد التالفة والفاسدة هي محدودة في جهة معينة، لا، هي متداخلة. الأغذية وما إلى ما يندرج تحتها في الأسواق الداخلية تشرف عليها الإصلاح البيئي بالإضافة إلى مكتب وزارة الصناعة، بينما في المنافذ الرسمية الموانئ والبرية أو البحرية تشرف عليها الهيئة المنية للمواصفات والمقاييس. وبالنسبة للأدوية هناك جهة مستقلة خاصة تسمى الهيئة الدوائية، هي مسؤولة مسؤولية كاملة عما يتعلق بالأدوية. اللي حاصل في الأسواق إنه بضاعة قد تكون فاسدة وتالفة من منشأها أصلا، أو قد تكون تلفت نتيجة لعملية التداول. العملية التداول بمعنى تم الخزن بصورة غير سليمة، بقيت فترة طويلة في أسواقنا المحلية بسبب للأسف الشديد أنه الحاجة الاقتصادية وضعف القدرة الشرائية تجعل التجار يجروا خلف الحصول على أرخص البضائع وأرخص السلع لتسويقها بين الناس. هناك ما هو تالف فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والسلامة الصحية، هذه غالبا صناعية قد تحصل في داخل البلاد، الصناعة داخل البلاد، وقد أيضا تأتي من خارج البلاد، تأتي بصورة غير رسمية مهربة أو تأتي بصورة رسمية بعد إعادة تغليفها. بعد إعادة تغليفها توفير لكلفة الإتلاف في منشأها، وتجد للأسف الشديد من تجارنا من يبحث ويوفر على الجهات عملية إتلافها فيحول اليمن إلى مغلب قمامة يدخلها، فتأتي تجد أنت أنه المنتج مغلف سليم و إمكانياتك من حيث الفحص، من حيث التأكد من هذه الأمور قد لا تكون مكتملة 100%، فبالتالي تمر بصورة رسمية نتيجة العجز أو القصور في الجانب المختبري الفاحص لهذه المواد. طيب أستاذي، أنتم كجهة معنية إيش دوركم؟ أوكي، أنتم عندكم علاقات أكثر، أنت قلت لي في منافذ اللي هي مواصفات والمقاييس كيف تسمح بدخول مثل كذا بضايع، أكيد أنتم تلتقوا وتجتمعوا في ميباناتكم البين، أكيد يعني يصير في حوار بيناتكم. هل هذا الشيء اللي يصير بالضبط يعني المفروض أنه يكون في 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 مساءلات قانونية، في تحجيم للناس اللي يعرضوا الناس لهذه المواقف، يعني هذا ممكن يسبب أمراض سرطانية وغيرها من الأشياء. أنتم كجهة معنية إيش دوركم بالضبط لما تحصلوا؟ نحن كجهة معنية وكل الجهات المعنية دائما بدور قد يغيب أو قد يكون قصور مننا عدم وجود التغطية الإعلامية اللي توضح ما يقوم بمكتب الصناعة أو المواصفات المميزة أو حتى الإصلاح البيئي، من تغطية إعلامية توضح مدى الكميات التي يتم مصادرتها ويتم إتلافها، سواء كان من التي يتم يعني احتجازها في الموانئ برفضها أو بإتلافها أو حتى ما نجده في الأسواق. فعلى سبيل المثال مثلا في شهر رمضان المنصرم
شملت الأسواق المحلية كاملة في مكتب الصناعة، وقمنا بمصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المواد التالفة. طيب هذه البضائع الأستاذ، التغطية الإعلامية نحن مقصرين فيها، ولكن أيضا هذا غير كافي إن نحن نطارد كميات محدودة وجزئية في محلات صغيرة فقط. علينا أن نجد حلول جذرية لهذا الأمر، وهذا في الفترة القادمة من خلال أولا التخاطب والتعميم لكافة المحلات بعدم القبول لأي بضاعة مهربة ما لم تكن من وكيل رسمي، حتى لا يتحمل هو كصاحب محل المسؤولية الكاملة، لأن احنا واجهنا كثير من المشاكل. نخرج إلى الأسواق فنجد بضاعة لا مصدر رسمي لها، عندما نحجز المصادر الرسمية للبضاعة نقدر نتعامل مع المصدر نفسه ونخضع للعقوبات القانونية التي تنص عليها القوانين، سواء كان قانون التجارة الداخلية أو قانون حماية المستهلك أو قانون المواصفات والمقاييس. كل هذه القوانين فيها عقوبات رادعة وجازمة، لكن سيظل هناك ما هو مشكلة تؤرقنا، وهي عملية التهريب. التهريب أنتم تدركوا تماما بأن هذه مشكلة علاجها لا يقتصر على مرفض واحد، ولكن يكون العلاج فيها شامل ومجتمعي، سواء كان من السلطة نفسها أو حتى من مساهمة الناس في رفض التعامل مع أي سلاح غير مصرحة قانونا، بما فيها كما قلت لكم محلات التجزئة. عليك أن لا تقبل بضاعة إلا من جهة ومن وكيل معتمد حتى يتحمل المسؤولية الكاملة لأي مخالفة توجد في هذا المنتج. طيب أستاذي، أنت كمدير الصناعة والتجارة بساحر حضرموت، إيش الرسالة اللي توجهها للجهات الرسمية اللي تسمح بدخول مثل كذا بضائع عبر المنافذ أكيد الجوية والبحرية والبرية؟ المنافذ البرية والبحرية والجوية على مستوى الجمهورية للأسف الشديد الناس مختلفين في ما يحملون من ضمائر ومن الرادع. عملية التساهل وعملية التهريب وعملية التجاوز عن بعض المخالفات في بعض المنتجات غير الغذائية، فهذه لها قوانينها تردعها، ولكن علينا أن يكون لدينا رادع نحن شخصي. كل إنسان مهما بلغ من للأسف الشديد من بذور من الفساد توجد داخله، على أن يقف وقفة جادة أمام ما يستهلكه الإنسان، ما يضر بصحة أخيه، فما تسمح بدخوله من مواد تالفة مضرة بالصحة هي لن تطول بس أشخاص لا تعلمهم، هي تطول كل شخص منهم وكل من فيها في المجتمع هذا هم أهلك وناسك. فرجاء ورجاء خاص لكل من يعمل في هذا المجال أن يتقي الله ويراعي الناس الذين في مسؤوليته، ويحاول قدر الإمكان أن يبعد بفساده عن ما يخص ويتناوله الإنسان وما يضر بصحة أخيه الإنسان. شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف السيد أحمد باعوم مدير الصناعة والتجارة بساحل حضرموت. من الآخر، أتمنى أن يصل هذا الموضوع لكل وعي مسؤول إن أرواح الناس ليست بالأمر الهين، وإن أمن وسلامة المجتمع وضمان توفير السلع بمواصفاتها وجودتها هي مسؤولية إنسانية قبل أن تكون وطنية، والتفريط بهذه مسؤولية جريمة ينبغي المساءلة عليها. بهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، ونستقبل مشاركاتكم ومقترحاتكم في قضايا ومواضيع اجتماعية على رقم الواتساب 7376-52816 أو عبر صفحتنا في الفيسبوك أو عبر صفحتنا في تويتر. إلى اللقاء.